إذن السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته مشاهدينا متابعي قناة بيس بريس، أهلا ومرحبا بكم معنا في هذا البث المباشر هنا من منطقة الطريق اللي كتربط بين إفران ومشلفين، كتشوف الرومبوان فاش كنفوتوا مدينة إفران بواحد تقريبا بواحد 4 ولا 5 كيلومترات كنلقاو هذا الرومبوان هنايا. هذا الرومبوان هذه اللي راه الطريق مقطوعة، الطريق اللي كتدي من هنايا كيف كتشوف مشاهدينا الكرام كتدي لمشلفن كتدي لبولمان، طريق مقطوعة. رجال الدرك الملكي انهم كيحثوا الناس على انهم ما يطلعوش من هنا حيت الطريق مقطوعة، حيت المرتفعات هنا كتشوفوا انا التجمع كتشوفوا الكاميو جاي، لان حيت كانوا كيطلقوا الطريق، ربما كيطلقوا الطريق باش الناس يدوزوا. هذا كاميو ديال ازاحة الثلوج ها هو اللي كتشوفوا مشاهدينا الكرام، باش الناس اللي عادي يسافروا عبر جبال الاطلس انا الطريق مقطوعه. رجال الدرك الملكي ولا حتى الشيو البارير ان ما كيخليو حتى واحد يدوز خوفا على السلامه ديال الناس، ان ربما شي واحد تزهق به الطوموبيل في الثلج، ولا ربما تشدوا شي عاصفه ثلجيه في المرتفعات هنايا. شوفوا ان الحمد لله كنحمد الله ونشكره ان على هذا الخير اللي عطاهنا الله سبحانه وتعالى، بعد ما كان كل شيء خايف على ان ربما تكون شي جفاف الله يسر، ولكن الحمد لله التساقطات المطريه بالتالي كتشوفوا التساقطات الثلجيه كانت واجده هنا بمنطقه هذه العقبه هذه اللي كتطلع على المشلفن، الطريق اللي قلنا انها كتربط بين افران ومشلفن. المشاهدين الكرام كنتمنى ان تبارطاجيو هذا المباشر هذا باش الناس المسافرين انهم ما يتعذبوش اذا كانوا يمشيوا على هذا الطريق هذه ما يتعذبوش، وحتى بالنسبه للناس اللي اصحاب هو التزلج على الثلج، ولا الناس اللي بغاو يجيبوا ولاداتهم يتنزهوا ان حدهم حد هنا حد هذا الرومبوان هذه، يعني كاين البلايصات فين بغاو يلعبوا مع ولاداتهم ولا يتمتعوا مع ولاداتهم. الثلج الحمد لله هو كاين لحد الساعه، كنشوفوا عاوتاني الكاميو ولا طلع باش يشوف كان شي بلايصه فيها الثلج ولا شي حاجه يزولوها. كيقولنا مشاهدينا الكرام من بعد ان كنا خايفين على ان الامطار تقل، ولكن ربي كبير سبحانه وتعالى هو اللي عارف هو اللي عالم بمصلحه العبيد ديالو. كان شفنا الامطار البارح الحمد لله، ولو البارح ان امطار الخير طاحت تقريبا في ربع المملكه. الفلاحه الحمد لله فرحانين ان المنتوجات ديالهم الغله ديالهم راكم عارفين عام ديال التماره، وبالتالي ما يلقاش محصول. دابا لحد الساعه بالنسبه لهاد الامطار هادو اللي طاحت في هذا التوقيت هذا صراحه بزاف ديال الخضار بزاف ديال الفواكه اللي كنتمناو الخير انها هاد الخير هذا يعم على جميع المغاربه، ولا بالنسبه لهاد الخضار اتمنى الخضار ولا ثمن الفواكه انه يهبط شويه، وخصوصا ان شهر رمضان على الابواب والقدره الشرائيه ديال المواطن انها شفنا في هذا السنه ولا هذه السنوات الاخيره ان ارتفاع ديال الاسعار، ان كنتمناو صادقين ان هذا الخير وهذا الشيء يعود بالنفع على الشعب المغربي جميعا. مشاهدينا الكرام كي قلنا نرجعوا لموضوعنا ان كنتواجدوا الطريق اللي كتربط بين افران وطلع مشلفن. دابا طلع مشلفن هي ديال قبلتنا كتشوفوا حتى جماليه والبياض مشاهدينا الكرام، حله بيضاء زربيه بيضاء هنايا في هذه البليصه هذيك كتشوفوا هادو جبال اللي كيطلعوا المشلفن، منظر الصراحه هذا الله منظر جميل اللي توحشناه بزاف الصراحه، واخا انها الثلوج جات معطله شويه ولكن الحمد لله فين فوق ما جاء الخير كينفع الحمد لله. كي قلنا ان قاطعين هذا الطريق اللي كتشوف ان احنا غاديين في وسط الطريق، ولكن حتى شي سياره ما يمكن لها تطلع بغير كاميو اللي شفناه طلع ديال اللي كيزول الثلج. رجال الدرك مشكورين لانهم كيخافوا وكيحاولوا ما امكن انهم يعطيو توجيهات، كيقولوا خويا الطريق مقطوعه ما يمكنليش نخليك تدوز لان ربما تشدو شي عاصفه كي قلنا ولا شي واحد تسحت به. راكم عارفين الثلج فاش كيكون كيطيح كتكون صعوبه في الرؤيه، كيكون الزهيق ديال السيارات ولا شي طوموبيل تنحرت هنايا في هاد المرتفعات هادو، داك الشيء علاش هما من الاحسن ان ما يخليوش الناس يدوزوا في الصالح ديالهم، بخصوص الناس اللي عادي يسافروا على هاد الطريق هذه اللي قلنا طلعه ديال مشلفن انهم يحاولوا ما امكن
ما يتوجهوش لهذه الطريق هذه حيت راها مقطوعه مشاهدينا الكرام. وكي كتشوفوا قلنا الجبال، قلنا ان الثلج هنا طايح، الحمد لله على هذا الخير. الناس اللي كيحبوا انهم يجيو للثلج وكيبغيو الثلج وكيبغيو انهم يجيو يدوزوا سويعات زوينين هنايا لحد الساعه هنا، والصراحه الله ان راه كاين البرد وكاين الريح. البرد ما نقول لكمش، البرد داكشي البرد قارص بزاف، البرد مجهد، ولكن الحمد لله الحمد لله. هنا مشاهدينا الكرام كنشكركم على المتابعه، وكنقول لكم خليناكم في رعايه الله، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. ما تنساش دير ابوني الفيس بريس وتضغط على زر الجرس باش توصل بكل جديد.